دكتور يا دكتور. دكتور والله دلوقتي بقى هنبدا نبص على شويه حاجات لذيذه كده. الاكاديمي دي ممكن تاكل زي ما اتكلمنا. انا شايف وجهه نظري الاكاديمي هوت توبيك وبالذات في الفترات اللي جايه. طول ما هيبقى فيه حاجه اسمها تقدم تكنولوجي معناها ان انا بقدر اكونسنتريت على داتا ما كنتش بشوفها قبل كده. وطالما انا بقيت بشوف داتا ما كنتش بشوفها قبل كده بقى عندي معناها ليوج اماونت داتا اللي المفروض ان انا ابدا اتعامل معاها. ودي قمه المطلب. يعني انا كل ما ببدا سنس الداتا لو كل ساعه اكيد لما اعمل سنس للداتا كل نص ساعه هيبقى مور اكيوريت اكيد صح؟ طب لو كل ربع ساعه، طب لو كل 10 دقائق، طب لو كل 5 دقائق. بس كل ما ازود السنسنج ريت اكيد ده هيحط اعداد كتيره جدا عليا. فانا مطالب ان انا اعمل بالانس على قد الفاليو اللي انا عايزها على قد ما انا هبدا اتعامل مع الداتا ستريمنج. هل ازود الريت اوف داتا ستريمنج ولا اقلله؟ هل ابدا اعمل اكسبندنج للاتريبيوتس اللي انا ببص عليها ولا لا؟ يعني لك ان تتخيل هل احنا ممكن لو فكرنا بطريقه بسيطه كده ممكن نحل مشكله المرور في مصر بدون الكاميرات اللي موجوده في الشارع؟ اي ثينك ذات ممكن. عايزه ايه؟ عايزه تيم ورك شغال كويس، عايزه مخ مصحصح. انا كل الموبايلات اللي موجوده معانا دلوقتي الاكسلريتور بتاعها هيقدر يقول لي هو انا مستوي؟ انا في الوضع الطبيعي؟ ولا انا مايل؟ ولا انا مقلوب؟ ها؟ ولا انا مكبل قدام؟ ولا مكبل ورا؟ صح؟ من خلال الموبايل بتاعي اعرف اللونجيتيود واللاتيتيود بتاعي لو انا بس خدت ميجرمنت من الموبايل بتاعي وانا ماشي على الطريق. صح؟ وجيت بعد 10 دقائق خدت اللوكيشن الجديد، لونجيتيود واللاتيتيود بس. بالله عليك اقدر اعرف السرعه بتاعتي ولا ما اقدرش؟ اقدر اعرف انا ماشي على رجلي ولا بتحرك بعربيه ولا ما اعرفش؟ صح؟ لو انت بتسنس النورماليتي بتاعتي اكيد هتعرف تميز كنت انا ماشي لوحدي ولا ماشي بعربيه، لا محتاج كاميرا ولا محتاج اي حاجه. فبالعكس انت ممكن تعمل لي بروفايل عندك خلاص وتعمل لي تراكنج بقى تراكنج بالعربيه بتاعتي. ولو عملت حادثه ممكن تديتكت الحادثه دي عملت ازاي اساسا وانا غلطان ولا مش غلطان. يعني الموضوع انا شايف كده ان هو من اهم الموضوعات اللي بقت على الساحه دلوقتي. هاو تو ديل ويز ذا هيوج اماونتس اوف داتا اللي انا شايفها فيري 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 فاليوبل. في اوقات معينه هتبقى فيري 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 فاليوبل. لو انت ماشي على الطريق وبتبهير بطريقه شاذه. اي ثينك ذات ان الداتا سينسنج بتاعتي مهمه جدا 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 ان ازود الريت بتاع السينسنج، اتابع كل حاجه فيه، اشوف الاكسلريتور بتاع الموبايل بتاعك، اشوف السرعه بتاعتك، اشوفك ماشي صح ولا غلط. ها؟ بتعمل غرز ولا ماشي سليم؟ صح ولا غلط؟ مش محتاج كاميرا. محتاج الموديل بتاع الكار بتاعتك، العربيه بتاعتك، محتاج كل حاجه وانا اقدر اعمل فيجواليزيشن للداتا اللي الباشمهندس محمد الشهير هيدينا ابلكيشن عليها دلوقتي. بيج داتا فيجواليزيشن بطريقه فيري سيمبل. هو الابلكيشن زي ما قلت ان البيج داتا انا ممكن ابقى فلودد في الداتا. ها؟ والفلودنج ده انا اللي بحدد الدبس اللي انا بنزل ليه. على 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 حسب اهميه البيانات اللي بشتغل عليها واتحمل الكوست. صح؟ فهناخد اكزامبل دلوقتي. الفوق اللي جايه دي فوق جميله جدا. باشمهندس محمد الشياري يعتبر اكسبرت في الجي اي اس سيستمز. وهيدينا انا شايفه ان ده اكزامبل هو بيج داتا فيجواليزيشن. بيج داتا فيجواليزيشن. انا شايف ان التايتل كده انا بتكلم عن حط توبك اسمها بيج داتا فيجواليزيشن. بتكلم عن ابلكيشن اسمه ايه؟ بيج داتا جي اي اس ان مانجينج انتليجنت سيتيز. التايتل اللي حطيته بالمناسبه عشان اعرف الفانكشناليتي اللي موجوده في الابلكيشن فانا اقدر احط ده تحت التوب اللي انا قلتها دلوقتي. اتفضل بقى باشمهندس محمد مشكورا يعني بعرض الابلكيشن بتاعه واتمنى للجميع ان هم يستمتعوا يعني بهذا التوب. ريموت ماشي يا دكتور. الريموت ده الريموت ده ريموت بالمناسبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي اهم حاجه. أو لبيانات أي حاجة إن أنا أقدر أدخل
داتا ما كنتش اقدر او حتى لو كانت بتتخزن ما كنتش اقدر استعرضها لكل مبنى واقدر استعلم عنه واجيب اسمه بيان صورته انا بقول حاجه لايف دلوقتي فعلا ما بقتش شغاله لمدينه
وتعتبر من اصغر المدن في مصر كمان، يعني متطبق فيها دي. ومع ذلك البيانات بتاعتها ما كانش حد يقدر يجيبها، يعني لو قلت لي الراجل ده دفع امتى الايصال بتاع سنه 2015 قلت له ايه يا عم انت بتتكلم في بيانات قديمه قوي ومين هيجيب لك. لكن لو اصبحت لو دورت انك بتجيب اتحاد الشاغلين بتاعنا ورست على اي عمارة هيجيب لي من عدد السكان اللي فيها والمبالغ المستحقة عليهم. فأصبحت وسيلة لعرض الداتا او المانجمنت انفورميشن سيستم. طبعا احنا لغاية دلوقتي ايه رايكم في الابلكيشن الاولاني اللي اتعرض دلوقتي اللي هو خاص بالترع اللي موجوده على مستوى جمهوريه مصر العربيه واحنا بنعاني دلوقتي من مشكله ميه؟ هو لغايه دلوقتي التركيز طبعا على الفوليوم اوف داتا، انما طب الترع من وجهه نظركم لو عايزين نحول الموضوع يبقى بيج داتا ها مين تتوقعوا ايه اللي المفروض ناخده في الحسبان من وجهه نظركم؟ زي ايه؟ يعني عمليه موضوع البخر وعمليه موضوع الفلوريت ومنظمه الزراعه ايوه منسوب الميه منسوب الميه ونسبه البخر. وايه رايك لو خدت قيمه الميه دي وشفت العقاره بتاعتها هل محتاجه فيه ممكن يكون فيه تلوث معين او مفيش؟ طب هيفيدني ايه الكلام ده؟ هل الكلام ده مجرد ان هسجلها؟ يعني لو عرفت منسوب الميه هيفيدني في ايه؟ لا ده قصه كبيره، ده كنترول دوره سريان الميه في الترع بتاعتي. يعني انهي سد يتفتح وانهي سد يتقفل؟ صح؟ انهي ميه ملوثه وانهي ميه مش ملوثه؟ وقمه هي فيري كونسنتريتنج على البيج داتا، خلاص انت عندك داتا ستريمنج محتاج فيزيكال سنسور، الاساس الهايت بتاع الوتر في كل لاج موجوده عندي، صح؟ محتاج ايمج اخد لقطه للميه واحلل اشوف الميه دي نقيه ولا مش نقيه ولا فيها مشكله، صح؟ وبعدين الداتا دي على طول ده اون جوينج داتا ستريمنج، طالما هي في النورماليتي بقى بطنشها مفيش مشاكل، صح؟ عادي؟ صح؟ واعمل لها ايه؟ سلايدنج ويندو كده، لو الميه بتاعت العقاره من كذا وكذا لا تعالي لي بقى نبدا نشتغل نشوف ايه القصه. اشوف ايه التلوث ده سببه ايه؟ هل اقفل واطهر ولا اضيف مش عارف كذا، صح؟ طب لو منسوب الميه بتاعي يتحكم في ايه؟ منسوب الميه خليني افتح ازود الميه نزل الميه هنا ولا ما نزلش اقفل عن هنا ولا افتح هنا، صح؟ وده هيحل مشكله كبيره اللي هي موجوده دلوقتي، ان في اماكن الميه موجوده فيها خساره واماكن ثانيه ما فيهاش ميه خالص. فده بيج داتا بيور، بس محتاج ايه يا جماعه؟ محتاج سنسورز اسنس بيها الداتا بتاعتي دي واتابع الداتا ستريمنج واشوف اهميه الداتا بتاعتي دي، هل انا محتاج لها ولا خلاص الداتا طبيعيه ومفيش مشاكل؟ في حالات زمان انا كنت بشوف الكلام ده، يعني كنت بشوف ليه ما تنزلش عندنا البلد كتير، كان زمان نبص نلاقي الميه كلها حصل فيه تلوث ففي سمك ميت فيه. هل ممكن نديتكت ان هي ظهور حاجه زي كده؟ ده خطر على كل حاجه، على اي كائن حي موجود. فانا لو اتعاملت مع سنسورز منضبط عندي هنا بقى خلاص كده الموضوع بقى بيج داتا بيور. صح؟ طب في الهاوسنج او في السيتس مهم جدا، ده شغل في منتهى الروعه، بس ايه رايك لو خليته انتليجنت لايتنج سيستم؟ شفناها كتير دي اللي بره الدول اوروبا توصل العربيه ماشيه على الطريق تلاقي لونها بتنور. عدى 20 متر اللي ورا يطير تاني. صح؟ ففي داتا ستريمنج جاي اللي هو بتعامل معاه العربيه ماشيه في كاميرات بتسنس في عربيه او في موشن ماشي قدامي على الارض اللايت يشتغل. صح؟ شوف تخيل كميه الوفر اللي هيتم عندي لما يبقى فيه طريق بدل ما هو منور طول الليل، لا هو بينور للشخص اللي معدي بس. طب ده شغل ايه ده؟ ما هو ده البيج داتا. في سنسنج اوتوماتيك شغال على طول بتجيل الداتا دي. صح؟ وباخد ديزيشن بناء عليه، طب هي ليه البيج داتا؟ لان الكنترولنج ده والاوبزرفيشن دي مش تم على طريق واحد، على كل الطرق بتاعت السيت. فانا ههندل القصه دي ازاي؟ ماشي؟ معلش انا يا طب انا هقول لك حاجه، الموبايل اللي مع حضرتك ده مسموح بيه ولا غير مسموح بيه؟ بعرف اللونج فيود واللاتيتيود بتاعه ولا انت هتطلع اطلب ديفايسز جديده من بره؟ هو بقى يا باشمهندس
الحته دي الجهات الامنيه وموافقتها. بالنسبه للسنسور اوريدي السنسور راكبه في القطاع الرقمي حوالي 1500 سنسور راكبين بيدوا قرايتين يوميا لمكتب الوزير. طب الكلام بس يا جماعه هو ما عندوش سنسور طبعا معلش حته يبقى فيها كده التكنولوجي في مصر ان سنسور لمسوب الميه هل ده ممكن يساعد في الفيش باركنج؟ اكيد طبعا بس السنسور يعني تخيل انا لما اعرف يبقى عندي كده كميه الترع الموجوده للميه دي كلها واشوف درجه التلوث واقول المكان ده مناسب لزراعه سمك معين. Thank you.
بشكر الباشمهندس محمد الخير، شكرا
بالنسبه لي يعني الابلكيشن ده فيه والله انا في مره من المرات انا يعني كنت سافرت البلد ولقيت بتاعه عندنا مليانه استاكوزا والله بجد مع حد عنده فكره يا جماعه الموضوع ده حد عنده فكره عن الموضوع الاستاكوزا هو الكلام ده بجد والله طب انت ليه الموضوع ما يمشيش سيستماتيك والدنيا فعلا تمشي صح واشوف الميه دي صالحه لكذا زي كذا تمام اشوف الميه المفروض نزل المفروض افتح الميه دي تبقى الدنيا ماشيه بطريقه هو البرنامج يا دكتور معلش البرنامج هننتقل لتوب تاني